أنا رويت الصبار يا فاطمة، الصبار صبور على العطر. دايما تقولها لي يا عم عزازي، ودايما تيجي ترويه كل خميس. ما بيجي ليش صبر؟ الدنيا عايزة الصبر يا أم رضا.
صبر بالله ونعمة بالله. روحي روحي. حجر الفتح الأول بعدين أروح، بقالك مدة ما بتجيش يا عم عزازي. كنت في مولد سيدنا الحسين. سيدنا الحسين ناداني مدد مدد يا ابني بنت النبي. لما تروح زيارة بقول لنا يا عم عزازي. عشان تيجي تروي الصبار. الصبار صبور. اجري الفاتحة الحج عمران والحج عثمان وروحي. جالكم ضيوف من مصر. ضيوف. الحج ابو وجيه جه بالسلامة يا ام شلبي؟ جوه من بدري مع الحج. اهلا يا اخوي. اهلا 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 يا فاطمه. ازيك يا اختي؟ الحمد لله على السلامه يا اخوي. الله يسلمك. مش سلامتك انت لوحدك، ده لازم الضابط بهجت. ازيك يا عمتي؟ الف حمد لله على السلامه يا حبيبي. اهلا اهلا يا حبيب. الله اكبر الله اكبر. خمسه وخميسه خمسه وخميسه. قالوا لي العربيه اللي واقفه بره مش شكل عربيه الحاج. قلت يبقى عربيه وجه بيه. لا ده عربيه بهجت بيه، هدية نجاحه. ربنا يديم النجاح يا اخوي. فاطمة ادبح ديك رومي وكم جوز حمام عشان غدا اخوك وولده. قوام يما، هو احنا كل يوم الحج وولاده عندنا ده يوم الهنا. يا مشلبي يا مشلبي يا مشلبي همي يا مشلبي، نادني على المجابر تقابلني من باب الوراني. حاضر. سلمت على ولد عمك؟ انا ما شفتش غيرك يا مرحيم. لازم تسلم عليهم. اقول لك زمانهم هالين عليني، امسك فيهم للعشي. يلا قزقزوا في الحمام لغايه ما نشوف سعاده البيه هيقطع لنا الديك الرومي كيف. اجيب لك فوقه سكين يا حلال الضابط. لا عادي يا عم. عادي كيف؟ انت كده مش هتعرف تاكل ولا لقمه. جوده هات شوكه وسكين للبيه. حاضر يا بابا، المساله مش مستاهله. طب مد يدك وريني هتقطع الديك الرومي كيف. هادي عيب البهويه، تحرم البيه من نايبه. تحرمه؟ تحرمه كيف؟ ده كان يودرنا ويحبسنا على ما خلص وقت. لا ما يبقاش ورد الحيم المنشاوي. ورد الحيم يحمي أهله وبلده والدايرة كلها. تعال هادي الشوك والسكين. ورينا يا بيه هتاخد حقك كيف. الضابط ما جاش يشرب معانا القهوة ليه؟ عند الضابط بيغير هدومه وبيضرب تلفونات لشغله وصاحبته. مين؟ صاحبته؟ بنت زينة غويه. اكده؟ فين عينك؟ هيخطبها ياما، أنا شفتها واخطبها له واتجوزها له. قبل اخواته؟ أنا بتحايل على اخواته، ما حدش عاوز يتجوز، كل واحد في راس السوق. عجب بهجة اللي بتجري في كعابه لازم اتجوزه. يمكن عشان شق شوية واخد من أبوه شقاوته. ولادك التانيين ما خدوش منك حاجة؟ وجيه خد عقل التاجر وشطارته، وبهجة خد الشقاوة، وسامي خد الطيبة والحنية. زمان كنت حنين ودلوقت مش حنين. يا دلوقت دلوقتي انت مرتاح يا رحيم؟ هرتاح لو جيتي معايا يا اما. من تاني يا رحيم؟ بهجة جاي مخصوص عشان تحضري فرحه، مش هيروح يخطب غير يدك في يده. وكلنا هنمشي وراك. كل اللي عملته كنت لوحدك، لا مشيت ورايا ولا قدامي. انت اللي بعتي وظلمتيني. ولا لك ظابط وجايبه معاك، نادم عليه. نادم عليه ليه؟ احكي له، اقدم له بلاغه واقول له يحقق فيه. يحقق فيه؟ في اللي عملته وانه حصل. من ساعة ما قلت لإخواتك قدام عيني اللي له حق يمد يده ويشاور عليه. نادم عليه، أنا راضية بحكمه. عاوزة تصغريني قدام ولدياك؟ لا، عايزك تعرف غلطك. أنا ما غلطتش يا مرحاية. يبقى خليك كيف ما أنت وخليني أنا بعيد. تحرمينا منك ليه؟ وتحرمين نفسك من ولادك وخيرهم. أه، ولادي لما كانوا حواليا
مد يدهم كلهم في معون واحد، كنت بفرح بيهم ليل ونهار. ارجع ليه دلوقت واتعزي بكل واحد فيكم بقاسم اخوه؟ عيش معايا يا أم، عشان كل ما مد يدي واكل لقمه من عندك توقف في زوري لما اعرف ان اخواتك لهم حق فيه. مفيش حد له حق يا أم. خلاص، ما حدش ضربك على يدك وقال هات حقي، ما تكلمناش. لا اتكلمت، قلت لي ربنا مش هيبارك لك، واهو ربنا بارك لي. قلت لك مالي حلال؟ قلت لي لا، لكن ولاد اهو ربنا بارك فيهم عشان اتربوا بعرق ابوهم الحلال، كلهم واخدين دكتوراهات، حتى الضابط دي قلت له لازم ياخد دكتوراه. اه، وجايبه معاك عشان تفرجني عليه؟ جاي اقول لك ربنا عادل، ما تظلمنيش. من قلبي يا ولدي بدعي ربي اني ما اكونش ظلماك، وانك تكون انت الصح. خايفة عليك من حساب ربي، الدنيا متفادة يا ولدي، مش واخدين منها غير عملنا. اللي أنا عملته وانت نسيتيه، ربنا سبحانه وتعالى شاهد عليه ووكيل، ما بينساش. ده اللي بيرجفني يا ولدي، ده اللي بيرجفني، إن ربنا ما بينساش، بيمهل لكن ما بيهملش. خد ولدك وعاود وروح لحالك ومالك، وأنا بعد كل صالح هدعي لك إن أنا أكون الغلطانة وإن ربنا يكون راضي عليك. خلصتوا كلام يا مرحيم؟ خلص الكلام يا بنتي. يبقى اتكلمتوا كتير. اخوك اتكلم كتير وانا اتكلمت اكتر منه. يبقى لازم قالك تعاودي معاه كيف ما بيقول كل مره. قال وانا قلت لا، عندي كلمتين عايز اقول لاخويا رحيم. ما قلتليش هو ليه ما كان عندك؟ بتقولي لي انا ليه؟ اقول لكم تسامح اخوك. نسامحه؟ ايوه، انت واخواتك سامحوه في حياته وحياتي. هو اللي قال لك كده بعد السنين دي كلها؟ لا يا بنتي، اخوك داير في دماغه ان مفيش حد منكم له حق عنده. بدل ما تقولي له يدينا حقنا، جايه تقول لنا نسامحه بعد السنين دي كلها؟ اخرتها تقول لنا نسامحه بدل ما ناخد حقنا والفوائد كمان؟ خايفة يا بنتي، خايفة بعد عمر طويل يقابل ربنا وحقكم في رقابته. ولدي يا فاطمة، وخايفة عليه من نفسه. ما خفتيش علينا ليه امال؟ لا أنا ولا نفيسة ولا الدكتور زين ولا يحيى ولا حتى المستشار، مش أولى بحقنا لأولادنا اللي بقوا صبايا ورجالة بدل ما يسافروا في بلاد الخلق ويعدوا السبع بحور؟ يا بنتي، المال بيروح ويجي، لكن أخوكي هيروح من ربه فين؟ ساعديني يا فاطمة، أخوك الشيطان بيلعب براسه، ولو مت محدش فيكم حيسيب حقه ولا يسامحه. أخواتي فاتوا وأنا فوت من قبلهم، جوزت بنتي الراجل بيشتغل في بلاد بعيدة، ورضا ولدي سافر وراهم هو كمان، وكله على عين رحيم. قال ليش خدي اختي اسطري ولادك وخليهم جارك بدل ما يبعدوا عنك وتتحرمي من طلتك في وشهم ليل نهار. عايزان اسامحه كيف؟ ولو لساني سامحه عشان ارضيكي، قلبي يسامحه كيف وليه؟ عشان ارتاح يا بنتي، عاوز ارتاح يا فاطمة. ليش لما ترتاحي تتعبينا وتتعبي ولادنا العمر كله؟ عايزة نفوت حقنا لولاد رحيم عشان يكيدنا بولاده ويعملهم علينا وعلى ولادنا مهوات. Thank you.
بلاش السجارة يا بابا. الدكتور قال ايه؟ انت ما نمتش ليه لغاية دلوقتي؟ انت ايه اللي مصحيك يا باشا؟ انا نمت وصحيت لقيت حضرتك لسه صاحي. انت مستغرب المكان ولا ايه؟ مستغرب المكان كيف يا ولدي؟ انا والمكان ده حتة واحدة. انا مولود هناك. بس ما كانش بالقبة دي. لا السراير النحاس ولا كان بالمسلح. ده كان بالطوب الني الاخضر. جرس ضرب يا بابا. حصة التاريخ خلصت. ولا احنا نسينا؟ ابوك ما عارفش ينسى يا بهجت. نام يا ولد نام. انت تعبان طول النهار من السواقه نام. وحضرتك عامل لنا خط سير بكام ماموريه من منشاه لغايه سوهاج. انا بكره الصبح ازور ابويا والحاج عثمان اقرا لهم الفاتحه. وبعد كده يحلها من لا يغفل ولا ينام. نعم نعم يا بهجت. كل حي هياخد حقه ومش هيزيد عن متر في مترين. سمعني يا رحيم. عاوز تعود معايا ليه يا عزازي؟ اللي بيعاود بيعاود هنا دار الحج. هنا دار الحج وهناك دار الباطل. تقعد هنا طول عمرك؟ جار صاحبي وليفة عمري وشيخي. هم مستنيين وانا مشتاق لهم. حنروح فين يا رحيم يا ولدي؟ ديارنا هنا بتستنانا. خلاص تعال معاي ولما يحل الاجل اجيبك. ما عادش ينفع يا ولدي. خابر انا مستني ايه؟ ازور سيدك ابو الحسن الشاذلي وبعدها بيت الله وقبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكده ابقى تميت. تعال معايا وانا اطلعك تحج. وجايز اطلع معاك كمان. حجتي على حسابي من حر مالي. مالك لا. مالي لا ليه؟ مالك تشيله يتقيد عليك. ولابد من يوم جاي. كله جاي. كله متقيد. ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم. لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم. ما بدكش ترد علي ليه يا ولد عمران؟ طول عمرك حافظ وبترد. قول معروس ولا ديه مش عجباك؟ لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم. ابيض على كل مظلوم اسود على كل ظالم. ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم. معلوم يوم معلوم. انت بتقول حاجة يا رحيم؟ بقول والله كلام صح. ايه هو اللي صح؟ اليوم الابيض اللي من حق كل مظلوم. حاسس ان انا وانت اتظلمنا مش كده؟ انت اتظلمتي كتير يا حسن وحقك يهل عليك يوم كبير. بس اقول لك حاجه، الليله دي عندي بعمري كله. عارف زيها زي ايه؟ هي مش زيها بالظبط يعني. زي ليله فرح اختك لما انا كنت بغني وانت طلعت ترقص معايا وكنت هربان مني، فاكر؟ انت مش حاسس بكده برضه؟ مش فرحان دلوقتي زي ليلتها؟ انت اتظلمت وجالك يومك الابيض يا حسنات. لكن انا انت ايه؟ ما الحال من بعض؟ لا انت ما تعرفيش اللي حصل. طب احكي لي ايه اللي حصل ولو اني متاكده ان انت اتظلمت. احكي لك بعدين. المهم احكي لي انت حكايه ابن الفجا عمل ايه؟ ما اتجوزتوش، هربت. هربت تاني؟ زي ما يكون مكتوب علي اني اهرب العمر كله واستناك ولا ادور عليك. ما رجعتليش ليه؟ رجعت. رجعتيلي؟ بعد كل البيبان ما اتقفلت في وشي قلت اجري على بابك، لقيته هو كمان مقفول. كيف؟ انا اقول لك كيف. لما حسيت ان محروس بيقرب لي يوم عن التاني ما بقتش عارفه اعمل ايه. لا ادري اتجوزه ولا ادري حتى اني اقوله لا، خصوصا ان ابوه كان بيعاملني زي بنته واكتر. جينا في يوم ساعة عصرية لقيت أم يونس بتخبط عليا الباب. على
فاكراها زي دلوقت. كان أذان العصر بيد من جامع سيدي إبراهيم، كنت قايمة توط عشان أصلي، لقيت الباب يخبط علي. حسنات حسنات، أي خالتي اتفضل. بتعملي ايه يا حبيبتي؟ رايحة اتوضى عشان اصلي العصر. طب انا عايزاك يا حبيبتي تعالي تعالي اقعدي يا حبيبتي تعالي اقعدي. خير يا خالتي؟ خير يا حبيبتي، مش هيجيلك الا كل خير. بصي يا حسنات، بصي يا حبيبتي، ايه رايك دي شبكيتك اللي جابها لك محروس؟ وقال لي اساليها يا امه اذا كانت تعجبها ولا ما تعجبهاش، لو ما عجبتهاش تنزل معايا لحد السايغ وتنقي اللي هي عايزاه. يعني سكتي تبقي موافقه، وزي ما بيقول السكات علامه الرضا. لا يعني بصراحه كده يا خالتي، يعني اصلي ايه يا حبيبتي، انت مكسوفه اندهلك محروس؟ هندهلك محروس؟ لا محروس يا خالتي. يا محروس محروس، تعال يا ابني تعال تعال يا ابني، كلمها عشان يبقى الجمل قدام الجمال. شوف يا حسنات، بصراحة ربني أنا هقول لك اللي عمري ما قلته قبل كده وقدام خالتكم ومحروس كمان. أنا الود ودي أقطف لك نجوم السامي وأملى لك حجرك وأقول لك دي شبكتك، لكن ما باليد حيلي. اللي قدامك دي اللي قدرت عليه، لو مش عاجبك. لا مش عاجباني ازاي، دي حلوة قوي. يعني نطقتي وبقيتي زي اللبلب وقلتي حلوة؟ ما تحرجهاش يا أمه. يعني اطلع أنا منها؟ حاضر، أدي الشبكة وأدي العروسة، وعلى رأي ما بيقولوا العروسة للعريس والجري للمتعيس. بصراحة حسنات، أنا ما عنديش كلام أكتر من اللي قلته. قولي لي أعمل إيه وأنا أعمله، المهم أرضيكي. بإنك تسيبني دلوقتي يا محروس. أسيبك؟ أيوة بصراحة كده، يعني أنا ما كانش بالي كل اللي بيحصل ده. طيب خلاص، خدي نفسك كده واهدي وارتاحي، واللي تشاور عليه هيكون ملك ايدك انا وكل اللي حيلتي. حسنات، بدل ما اتفرج على شبكتي واسأله وأرد عليه، لقيتني بلم في حاجاتي وهدومي وحطها في شنطتي. عرفت ان ما عدليش عايش مع الناس دول ولا في دارهم. قلت ايه يا بنتي؟ قلت يا عم يستأذن يعني وارجع. ترجعي فين؟ طنطا بلدنا. انت مش قلتيلي ان اخواتك ملهمش صالح بيكي وانك مش عايزاهم يشوفوكي ولا يعرفوا مطرحك فين؟ ايوه قلت، بس دلوقتي بقى خلاص. خلاص خلاص ازاي؟ فاهمين يا بنتي، قولي كل اللي في نفسك، اذا كان يعني في فكره في دماغك كده ولا كده، ولا انت يعني مش موافقه. يا عمي نسيت اقول كده، هو انا اطول دوفر محروس ولا هو يتعيب؟ ده اي بنت تتمناه. امال يعني شايفك مش مرتاحه، فيه ايه؟ مفيش حاجه يا عمي، كل ما في الموضوع ان انا لازم اروح عند اخواتي، وانتوا كمان لما تيجوا تخطبوني اخرج من هناك. اذا كان كده يبقى عداك العيب. امال يعني هيكون ايه يا عمي؟ خلاص انا بنفسي هروح اوصلك لغايه طنطا. لا لا
لا ليه؟ أبدا يا عمي، يعني أنا شايفة إن الأحسن إن أنا أروح مني نفسي كده ليهم على طول عشان ما يفتكروش إن أنا غضبانة وإنك جاي تصالحني. إذا كان كده يبقى خلاص اللي ريحك، وقولي لي نجيلك إمتى أني وخالتك أم محروس ومحروس وأهيبة عشان نخطبك. ربنا يسهل يا عمي، أسبوع ولا اتنين عن إذنك بقى. الله، راح فين دلوقت؟ ما أنا لازم أسافر دلوقتي يا عمي. يا بنت النهار بيروح، إحنا قدام المغرب. ما تقلقش علي، هركب من دسوق للطنطة مرة واحدة. فوتك بعافية. كنت عارفة اني بكتب على الراجل الطيب، بعد ما عمل معايا كل شيء طيب، انما ما كنتش اقدر اعمل غير كده. كنت بس عاوزة انزلت من عندهم وباي شكل. شلت شنطتي وطلعت من بيت الراجل الطيب، والناس اللي شارين مش عارفة اروح لفين. واللي زادت دينا بلة انه نادى على محروس الواقف يسلم علي وقال له: شيل عنها الشنطة يا محروس، امال هتشيل العمر كله ازاي؟ لا يا عم، مفيش داعي يا محروس، ملوش لزوم تتعب نفسك. تعبك راح يا حسنات. توصلها يا محروس وما تسيبهاش الا في طنطا. لا، لحد المحطه وبس، بكفايه تعب. واحنا كنا لسه تعبني. معلش، علشان خاطري يا محروس. وانت يا وهيبه تعالي معايا. انا جايه معاكي، ومرانا لابسه ليه؟ وما ترجعوش الا لما تطمنوا القطر اتحرك ومشي وهي راكبه ومرتاحه. هتاخد حنطور من قدام البيت يوصلكوا لغاية المحطة يا محروس. مع السلامة يا حبيبتي. أنا قلبي مش مرتاح يا أم محروس، في حاجة البنت دي مخبيها علينا. زي ما هربت فغوت الليل من مصر جيت دسوق، هربت من دسوق ومش عارفة أروح فين. الفرق إن المرة دي في ناس طيبين وعلى نياتهم بيوصلوني ومش مستخبية منهم، زي ما استخبيت منك أنت وسيد الملة. هتوحشينا يا حسنات. وانتي كمان يا وهيبة، هتوحشيني قوي. وهيبة. نعمين يا حسنات. قولي لهم ما يستنونيش ولا حد يجيني. الكلام ده بيني وبينك انتي بس. بصراحة بقى كده انا مكتوب كتابي وراجلي مسافر. سمعاني يا وهيبة، قولي لهم معلش، خليهم يسامحوني وقولي المحروس يسامحني. هتوحشينا يا حسنات. استنينا هنجيلك. هبقى اضرب لكم تليفون واقول لكم على الميعاد. لقيت نفسي ظهري والخلا زي ما بيقولوا. طب المره دي اروح فين؟ كنت عارفه اني لو قربت منك الدنيا هتولع ومش هيسيبوني، بس انا كنت عاوز اشوفك واسمعك واخد رايك. بس قلت يا بنتي حسنات ابعدي، هتجيبيه لنفسك ولحبيبك اخرتها. قلت ما بديهاش، لازم انزل مصر.
كنت بحلم لما انزل مصر الاقي مستنيني وفتح دراعتك الاثنين لكن ما تاخدني وتبعد بيا تخبيني عن عيون الدنيا بحالها. شمال يا اسطى بس عندك هنا مشوار صغير وراجع لك على طول. تحت امري. اول عيني ما جت على الوكالة قلبي رجف حسيت ان في حاجه حصلت الحال ما بقاش الحال. اول ما بصيت على المحل لقيته مقفول. سيد كان ساب الازهر وراح المنزين فتح محل كبير هنا. قعدت اتحايل عليه ما تبعدش عن باب رزقك. قال لي اشمعنى انت بعت؟ قلت انا كمان سبت الازهر وبعت بعيد. انت كمان رحت المهندسين؟ لا انا هربت. كيف ما انت هربت على تسوق؟ انا خدت ولادي وهربنا على المعادي. عشان كده لما جيت رحت ناحيه بيتك في الحسين ما لقيتش حد. انت رحت بيت المنشاوي؟ رحت وما لقيتش حد. ما بقاش قدامي لما طرحنا اللي ملحقناش نسكنه. تبقي رحت الفيلا بتاعتك. بتاعتي؟ قصدك اللي كانت بتاعتنا. لحد الساعة بتاعتك يا حسابات وعلى اسمك. ياه ده انا اول ما قربت منها خفت امد ايدي على بابها. مين كان معايا المفتاح؟ قلت يا بنت تكون اتباعت ولا حد سكنها يلاقوني بفتحه يفضحوني. ساعتها معرفش كنت هقول ايه. يا ريتك فتحت الدخل. كنت لقيت الفيلا زي ما هي. كيف مسكتيها اخر مره؟ زي ما هي. لا حطيت فيها ولا خدت منها. هم الكرسيين والترابيزه الخرزان وسلم النقاش والجردل. حتى طلبهم قلت له شوفهم بكام ونساهم. ريتني كنت فتحت. كنت جايز كمان تلاقيني هنا. انت بتروح هناك يا رحيم؟ انا ما برتاحش غير هناك يا حسنة. يعني كنت هتلاقيني مستنيكي او كنت هتلاقيني داخل عليك. انا اللي ما خطرش على بالي خالص. حطيت بعدي في التاكسي وقلت له وصلني محطة مصر وأول قطر شفته ركبته على طول. ما بقاش هممني هينزل أي بلد لأني قلت خلاص مفيش نصيب إن احنا نكون مع بعض. بس تخيل بقى أدينا شفنا بعض واتلاقينا. والقطر وداك لفين المرة دي؟ دي حكاية طويلة أوي. بلاد ياما، بلاد تشيني وبلاد تحطيني لحد ما حطتني النهاردة وشي في وشي. الحمد لله بالسلامة يا حسنة.
مبروك يا سليمان. مش هقول مبروك برضه؟ انت ما تقولش حاجه خالص، انا اللي لازم اتكلم. اتفضلي اتكلمي. شكرا يا ابن عمي، يا رب تكون سمعتها كويس. انت جايه تقولي لي شكرا؟ انا جايه جري من عند لوحه النتيجه عشان ده حقك. الامتياز اللي انا خدته ده بفضل تعبك معايا. الامتياز ده من حقك انت، حتى لو كان من حقي انا، فمن حقك انت كمان اني اقول لك شكرا. عارف انا حاسه بايه يا دكتور؟ ما كنا اولاد عم دلوقتي. انا بحب اقول لك يا ابن عمي قوي، بس ده حقك العلمي. واضح ان حقوقي بقت كتيره قوي، وانا مش عارفه ارد لك اي حق منهم ازاي. واضح كده اني ما حليتيش غير كلمه شكرا اللي انا جايه جري عشان اقولها لك. لا طمني، انا هعرف اخد حقوقي كويس قوي وبلا تنازلات. بقول لك ايه، انت عندك حاجه هنا دلوقتي؟ انا ما عنديش حاجه، انا قدامي قدامي المستقبل كله. خلاص تعالي بقى عشان نبتدي اول خطوه معاكي. يلا. الف مبروك، الف الف مبروك يا حبيبتي. مبروك يا شيماء. انا كنت متاكده ان انت مش هتتنازلي على الامتياز. الدكتور سامي ابن عمي هو اللي اصر انه ما يتنازلش عنه. طيب يا دكتوره، ولو ان الدكتور سامي مش مستني شكر. فعلا لا شكر على واجب يا دكتوره. ها نقول دكتوره برضه ولا ايه؟ هي طموحها هيقف عند الليسانس ولا ايه رايك يا دكتور؟ انا رايي معروف. انا عايزه اعرف راي الدكتور سامي. الله الله الله، يعني السؤال موجه للدكتور بالظبط، وعاوزين نسمع الاجابه. الحقيقه انا قلت لشيماء ان الليسانس او البكالوريوس ما اصبحش شهاده تفوق. اللي عاوز يقول انا معايا شهاده لازم يحصل على الدكتوراه. اتفضل يا ستي، اهو ما قالش حاجه جديده، نفس المقوله اللي انا علمتها له، مش كده يا دكتور؟ لكن تفرق، تفرق كتير قوي لما شيماء تسمعها من الدكتور سامي. نحمد الله انها سمعتها، المهم انها تعمل بيها. على فكره يا دكتوره، احنا كنا عارفين النتيجه سلفا لان انا اللي معتمدها، وماما كمان كانت عارفاها. صحيح يا ماما، وما قلتوليش؟ تقولوا لي ان ده اختصاص الكنترول؟ يا بنتي كنا عايزين نسعد بيكي، نشوف الفرحه في عينيكي وانت جايه تجري كده انت والدكتور. الدكتور سامي اللي انتوا سايبينه واقف من الصبح، وما فكرتوش حتى تقولوا له استريح؟ لا، ده انا هطلب بنفسي ادخل واستريح جوه مع عمي. نطالب بحقنا زي ما وعدتك، ممكن يا عمي؟ يا سلام، انت بتستأذن؟ اتفضل ايه؟ تعال. اتفضل يا سامي. اتفضل يا ابني. طالب بحقك زي ما انت عايز، واحنا مستعدين لتلبيه كل طلباتك ما دام في اطار الحق. اتفضل. عمي ان كان ليا حق عند حضرتك فيبقى من حقي اطلب ايد شيماء. انت شايف ان حق مكتسب انك تطلب ايد شيماء يا سامي؟ الحقيقه انا شايف اني اولى الناس بيها وهي اولى الناس بيا. على فكره شيماء جت تجري في الجامعه لما عرفت النتيجه عشان تشكرني، قلت لها ان ده واجبي، قالت لي لا ده حقك اني اشكرك. قلت لها حقي هعرف اخده بطريقتي. وجاي دلوقتي تطالب بحقك وعاوز اعرف راي حضرتك. شوف يا سامي، انا طول عمري شايف فيك نبوغ معين وانت في الابتدائي، شيء مختلف عن اخواتك وعن كل ولاد العيله، لدرجه اني تمنيت انك تكون ابني. بس في اللحظه دي فرحان انك ابن اخويا مش ابني. انت عارف ليه؟ ليه يا عم؟ عشان اللحظه دي، اللحظه اللي تيجي فيها تطلب ايد شيماء، وانا كنت متاكد انها جايه، وعلى قد ما كنت منتظرها ومرحب بيها على قد خوفي منها. خايف منها؟ خايف من طلب الايد شيماء؟ ايوه يا ابني، اتمنى ان خوفي ده ما يكونش في محله. طيب ممكن اعرف الاسباب اللي مخوفه حضرتك؟ يعني ربما اكون حسيتها يوم ما جينا نبارك لاخوك يوم نجاحه، رغم ان ابوك تجاهل دعوتنا. بس متهيألي ان ده موضوع مشي جنب طلب الشخصيه لايد شيماء. انت شايف كده؟ وما سمعتش راي حضرتك لغايه دلوقتي. عايز تعرف رايي يا سامي؟ من فضلك يا عمي. رايي يا ابني ان من حقك تطلب ايد شيماء تبقى زوجة ليك، من حقك تتبع كل الاساليب اللي ممكنها عشان تحقق الامنيه دي. يعني زي ما بيقولوا تاخدها فوق الحصان، دي لحمك ودمك. مع اني متاكد ان مش هو ده راي والدك. وتفتكر حضرتك ان والدي هيبقى له راي تاني؟ اكيد اكيد، انت هتعرض الموضوع ده على والدك
وحتعرف رأيه وأكيد حتبلغنا. بتقول إيه يا دكتور؟ قلت إني بستأذن حضرتك عشان يعني. قول يا ولدي، أنت مكسوف مني؟ ده أنا أبوك عايز تتجوز. ده بعد إذن حضرتك طبعا. من غير إذني يا ولدي؟ ده أنا ما أصدق. يا نعم تعال يا مواجيه بيه، جرب يا إنعام. هانم هانم خير فيه؟ تعال اسمعي فيه. قول لها يا ولدي مالك يا حاج؟ المسألة بوضوح، مش محتاجة كل الانفعال ده. مالك انت انفعال ما انفعال؟ انا وامك عاوزين نفرح. قول بدك تتجوز يا ضنايا. بس اهي الحاجة انهت المسألة. قول لي الدكتورة شادية هي السك؟ لا الحقيقة المسألة مش محتاجة سكك، دي ابسط مما تتصور وان شاء الله تعجبكم. هتعجبنا يا ولدي، ما دام عجبك يبقى هتعجبنا. طيب مش حضرتك تعرف هي مين الاول؟ يا ولدي دي شريكة حياتك انت مش حياتنا احنا، لازم انت اللي تختارها براحتك واللي يريحك يريحنا. عموما انا اخترت شيماء. مين شيماء؟ شيماء بنت عمك زياد. علويل واخره يا ولده، وش بعد نوح الموى ولده. علويل واخره يا ولده، وش بعد نوح الموى ولده. اللي الطويل قوي يا ولده، اللي هوا كان اول ده. علويل واخره يا ولده. طيابة تايها وركبنا الخطيابة. علل واخر الخطيابة تايها وركبنا الخطيابة. رحنا الطيب زدنا طيابة، جرحنا روحنا ولا طيابة. لجرحنا يابا وعمرنا كان. وحش روحنا وحشانا يا وشوش يا غالية وحشانا. شوك حش روحنا وحشانا يا وشوش يا غالية وحشانا. حشاك تنسي وحشانا، ده انا لا شن ولا وحشانا. انا قلبي ربي حبا ودان.